Good morning, student. Good morning, mister. How are you today? Good, how are you? Alhamdulillah. Okay, just would like to check with you that last time we've been writing the writing paragraph of Ahamiyat al-Qiyam bil-Tamarin al-Riyadiyya wa Anwa'iha al-Mukhtalifa. Did we finish writing this? You finished writing? Paul? Yes. You sure? Alexandra, you finished? Dalia? Wait, let me check my copy book. Yeah, check your copy book, please. And Alexandra also. I finished. Okay, good. Yeah, I finished it, mistress. Okay, good. So now today we will start a new lesson called As-Sahha Al-Nafsiyya. This is lesson number 3, As-Sahha Al-Nafsiyya. We start reading for today. Where's Masuma, Benin, Laura? Before the starting of the lesson, they are available. Now when the lesson starts, they are not. Very nice. Type. As-Sahha Al-Nafsiyya. We start reading with Dalia. As-Sahha Al-Nafsiyya. دليل الإسعافات الأولية النفسية. Okay, يلا. تقدم منظمة الصحة العالمية دليلا موخزا على موجزا على فهم الإسعافات الأولية النفسية. يبدأ الدليل بتعريف هذا النوع من الإسعافات على النوع على النحو الآتي على النحو الآتي. Okay. Wait. Let me increase the brightness. Okay. Okay. إن الإسعافات الأولية النفسية هي استجابة إنسانية. Okay. الأشخاص تعرضوا للمعاناة. Okay. وقد يكونون في حاجة إلى الدعم النفسي. كملي. تشمل الإسعافات الجوانب عدة كما يأتي تقديم المساعدة دون التطفل. تقدير الاحتياجات والمخاوف. اوكي. الاستماع الجيد. تمام. حمايته الأشخاص من التعرض للمزيد okay. من الأذى
تحديئة الناس ثم مساعدتهم. Okay. We go now to Laura is not there, so Levine. تستهدف هذه الإسعافات الأشخاص الذين يعانون من ضيق نفسي وتعرض مؤخراً إلى أزمة حقيقية. ولا تفرض المساعدة على من لا يريدها. كما تقدم هذه الإسعافات للأطفال والبالغين على حد سواء. ومثال على ذلك المطابون بجروح خطيرة. والأشخاص الذين قد يؤذون أنفسهم أو الآخرين. وكذلك من يعاني من الانزعاج الشديد. متى تقدم الإسعافات من اسمها نفهم أنها تقدم من الوهلة الأولى التي يتعرض فيها الشخص للأزمات النفسية. لكنها قد تمتد لفترات لاحقة. Okay, one more. يتبادر إلى الأذهان أن هذه الإسعافات كمثيلتها الطبية تقدم في أي مكان آمن. Okay. فنجدها في المراكز الصحية والمخيمة والمدارس وفي موقع الحادث في بعض الأحيان. Thank you, Levine. After Levine, معصومة. 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 Can you read? معصومة. Okay, we go to Alexandra, then we come back to معصومة. Alex, can you read, please? Alex. Yes. Yes. Yoshiro and يشير الدليل
الدليل إلى أحمدة أهمية تقديم على الإسعافات الإسعافات أوكي الإسعافات الأولية أوكي النفيسة النفسية النفسية تقدم تقديما تقديما مسؤولا مسؤولا وفوريا فوريا اوكي لمن تظاهر عليه احدوه هذه الأعراض الخوف المرضي الزرق كوابيس الصمت الطعام وعدم الحركة أوكي الحزن الأهواء والاكتئاب أعراض جسدية أوكي الارتعاش وفقدان الشهية أوكي لاست المسؤول من خلال حد احترام السلامة كرامة والحقوق أوكي الاعتناء والاعتناء بالنفسي كي تقدم اوكي السلامة السليمة للمحتاجين جيانا للمحتاجين محتاجين أخيرا أوكي مراعاة مبادئ إسعافاتي انظروا استمعوا الأربطة اربطوا Thank you, Alex. We go back to Benin. أهلاً وسهلاً يا بنين. بنين الحلفي. Girls, if you are coming to the class and you don't want to talk, why you are here? When I talk to any one of you, please, you need to reply back to me. Otherwise,
What's the point? Benin. Oh. Marhaba. Sorry. كيف حالك؟ الحمد لله. أوكي. يلا بنين. نقرأ من العنوان. الصحة. أها. النفسية. شكرا. كملي. الصحة النفسية. صح. We are here now. يلا. دليل بنين صوتك مش واضح بنين صوتك مش واضح بنين دليل فاين يلا دليل شو هذه الكلمة؟ بنين طيب معصومة can you continue please reading from here معصومة معصومة Can you read, please? Benin, you are yes. back. Yalla, okay, Benin. Iqra'i. Yes. Yalla, Benin. Dalilu? Yeah. Dalilu al-lasma. Al-is'afat. Al-is'afat. Okay. Al-la... الأولية الأولية تمام النفسية تمام النفسية حلو يلا بنين كملي تقدم 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 ما المنظومة منظمة الصحة صحيح العالمية اوكي تلية دليلا دليلا ما موجزا لدى علي على علي على على فهم فهم تمام اوكي الإسعافات اوكي الأولية تمام النفسية اوكي يبدأ اوكي الدليل اوكي بتعريفي اوكي هذا اوكي هذا النوع من الإسعافات على النحو الآتي يلا نقرا هذه انا إن الأسعافات
الأولية النفسية هي استجابة إنسانية. تمام. Good Benin. Continue. إنسانية الأشخاص الأشخاص تم تعرضوا للمعاناة وقد يكونون في حاجة إلى الدعم النفسية. Thank you, Benin. Benin, وين لورا؟ شو تريني بيها؟ ما أنت صاحبتها لا؟ She's not here. She's at home sleeping. ما أنا عارف بس هي ليش ما تدخل الحصة؟ الحصة الماضية كمان ما دخلت. أني بيتها أني مخها أني بجسمها ما أعرف. لأن الحين أنت ما تتصلين عليها؟ أوكي طيب. معصومة؟ معصومة؟ We need to continue reading, please. Masuma, where are you? Are you attending the class? Because I can see your name is there. So if you are in the class, please reply back to me. Masuma. Type. I will read the lesson, then we will go for the exercise. الصحة النفسية دليل الإسعافات الأولية النفسية. تقدم منظمة الصحة العالمية دليلاً موجزاً على فهم الإسعافات الأولية النفسية. يبدأ الدليل بتعريف هذا النوع من الإسعافات على النحو الآتي: إن الإسعافات الأولية النفسية هي استجابة إنسانية لأشخاص تعرضوا للمعاناة وقد يكونون في حاجة إلى الدعم النفسي. تشمل الإسعافات جوانب عدة كما يأتي: تقديم المساعدة دون تطفل، تقدير الاحتياجات والمخاوف، الاستماع الجيد، حماية الأشخاص من التعرض للمزيد من الأذى، تهدئة الناس ثم مساعدتهم. تستهدف هذه الإسعافات الأشخاص الذين يعانون من ضيق نفسي وتعرضوا مؤخراً إلى أزمة حقيقية، ولا تفرض المساعدة على من لا يريدها، كما تقدم هذه الإسعافات للأطفال والبالغين على حد سواء. ومثال على ذلك المصابون بجروح خطيرة والأشخاص الذين قد يؤذون أنفسهم أو الآخرين، وكذلك من يعاني من الانزعاج الشديد. متى تقدم الإسعافات؟ من اسمها نفهم أنها تقدم من الوهلة الأولى التي يتعرض فيها الشخص للأزمة النفسية، لكنها قد تمتد لفترات لاحقة. يتبادر إلى الأذهان أن هذه الإسعافات كمثيلتها الطبية تقدم في أي مكان آمن، فنجدها في المراكز الصحية والمخيمات والمدارس وفي موقع الحادث في بعض الأحيان. يشير الدليل إلى أهمية تقديم الإسعافات الأولية النفسية تقديماً مسؤولاً وفورياً لمن تظهر عليه أحد هذه الأعراض.
الخوف المرضي الزرق والكوابيس الصمت التام وعدم الحركة الحزن والاكتئاب أعراض جسدية كالارتعاش وفقدان الشهية المساعدة المسؤولة من خلال احترام السلامة والكرامة والحقوق والاعتناء بالنفس كي تقدم الدعم السليم للمحتاجين وأخيرا مراعاة مبادئ الإسعافات which is انظروا استمعوا اربطوا. This is the lesson. Now we go to the vocab, the exercises as per this. Let's go to Dahlia. Please, Dahlia, can you read the exercise? Dahlia. بعد قراءة النص السابق أشارك زميلي في المقارنة الآتية. Okay. So we need to compare between these three. الإسعافات الطبية, الإسعافات الأولية and الإسعافات النفسية. What is the difference between إسعافات طبية, إسعافات أولية, إسعافات نفسية? The answer, I put it for you here. Just a minute. طيب, here the answer. الإسعافات الطبية هي الخدمة الكاملة التي يحصل عليها المريض أو المصاب في المستشفيات أو العيادات. الإسعافات الأولية هي عناية طبية فورية ومؤقتة تقدم للإنسان المصاب أو المريض بغرض محاولة الوصول به إلى أفضل وضع صحي ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة. الإسعافات النفسية هي تقديم الدعم الإنساني لأي شخص يعاني من ألم نفسي ومساعدته بأن يشعر بالأمان والهدوء الداخلي والأمل, وهي تكون للأشخاص الذين تعرضوا لأزمة سببت لهم ضيقاً نفسياً أو وقوع صدمة نفسية تتسبب فيه العديد من الكوارث. I need you on your copy book, please, to write date of today, then page number 33, exercise number 2. You can understand me on your copy book. Date of today, page number 33, exercise number 2. Then we will write this meaning. الإسعافات الطبية, it means هي الخدمة الكاملة التي يحصل عليها المريض أو المصاب في المستشفيات أو العيادات. الإسعافات الأولية عناية طبية فورية ومؤقتة تقدم للإنسان المصاب أو المريض بغرض محاولة الوصول به إلى أفضل وضع صحي ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة. الإسعافات النفسية هي تقديم الدعم الإنساني لأي شخص يعاني من ألم نفسي ومساعدته بأن يشعر بالأمان والهدوء الداخلي والأمل, وهي تكون للأشخاص الذين تعرضوا لأزمة سببت لهم ضيقاً نفسياً أو وقوع صدمة نفسية تتسبب فيه العديد من الكوارث. Till here, please write this on your copy book. Once you finish, please raise hand. Don't forget date of today. Don't forget page 33, exercise number 2. I put it here. يلا. Thank you.
Once you finish, students, please raise hand. Thank you very much. Students, quickly, please. If you didn't finish today, we can continue that next class, but please be fast. You still have 1 minute. Thank you. We need to write only exercise number 2, the meaning of al-is'afat al-tibbiyya, al-is'afat al-awwaliyya, and al-is'afat al-nafsiyya. Only that, not exercise 3, because I need to explain what does it mean, exercise 3. We need to finish only 2, till here. So please be fast, already time is over. So we will continue that next class. Thank you, students, for today's lesson, and see you Tuesday. Bye.